ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وفقرتنا التانية ركن المطبخ، الركن المميز في برنامجنا. والنهاردة معانا الشيف إستر زكي. برحب بيك يا شيف إستر. أهلا بيك يا رنين. كل سنة حضرتك طيبة. وانت طيبة ومنورانا. وكل امرأة في العالم قوية. طبعا النهاردة يعني احنا كام يوم وهنحتفل باليوم العالمي للمرأة، يعني كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة وبخير يا حبيبي. هنعمل ايه بقى النهاردة واحنا زي ما بنقول احنا خلاص أكلات صيامي، أكلات اقتصادية جدا عشان انتم متعودين معانا على كده. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الكزبرية، دي من التراث القديم ومليانة خضروات ومليانة بروتين وأكلة متكاملة. طب بس عشان احنا قبل الفصل كنا نقول انا وانتي هنعمل ايه، فقالت لي الكزبرية، بقول لها الايه، فقالت لي هي أكلة من التراث القديم، فهنعرفها مع بعض دلوقتي. اسمها الكزبرية. اسمها الكزبرية. تمام، نقول بقى مقاديرها مع بعض. المقادير عندنا فول مدشوش ربع كيلو، بننقعه لمدة ساعتين قبل ما نعمل الأكلة بتاعتنا. تمام. عندنا كزبرة خضراء، بصل مفروم، كرفس، عود واحد، فلفل، طماطم، صلصة، التوابل، كزبرة، كمون، شطة، ورشة سكر، فلفل، وباربيكا، وكمان مكعب خضار. تمام، دي المقادير بتاعه الكزبريه. احنا دلوقتي كمان المقادير على الشاشه، يعني عشان بشكل تفصيلي للمشاهدين. هي الفكره ان هي بتعتمد على الكزبره، عشان كده جايه من اسمها. ايوه البطله. انا غشيته قبل الفاصل. البطله بتاعه الاكله هي الكزبره. الكزبره. طيب يلا بينا نبدا بقى عشان انت قلتي ان هي بتاخد وقت. عندنا حل على النار، هنحط زيت. هنحط زيت في الحله. هنحط قد ايه بقى كده؟ يعني حوالي كده 3 معالق. ماشي. بعد كده هنحط البصله مفرومه عندنا. الفول المدشوش ده اللي هو بتاع الطعميه. صح كده؟ صح كده. هنحط التومه، معلقه تومه مهروسه. وهنحط الكرفس، وهنحط الفلفل، هنقلبهم كلهم مع بعض. المفروض ان البصل ياخد لون؟ لا، هيبقى بس مجرد يبقى لونه بيج، يعني ياخد التتبيله بتاعه الحاجات اللي احنا نزلنا بيها. كلهم هيتتبلوا مع بعض كده. تمام. الموضوع سهل صح؟ سهله جدا، بس اجمل حاجه فيها انها مليانه مكونات جميله. احنا شايفين فيها خضروات كتير جدا، يعني مقاديرها كلها فايده، بس احنا طورناها شويه، حطينا فيها شويه توابل. يعني كانت ما كانش ايام بقى زمان التوابل دي، فاحنا بقى بنبدع دلوقتي. وزي ما بنقول دايما بندور على اكلات اقتصاديه، طبعا في ظل الغلاء اللي احنا بنعاني منه، والصيام دايما بيتطلب ان احنا عايزين ناكل اكلات جديده واكلات يعني ما نكونش زهقنا منها. فنعمل ايه بقى؟ فهنفكر النهارده معاك. هنفكر اهم حاجه نبقى عندنا بروتين في الاكله طبعا، ويكون فيها خضار ويكون كمان نشويات، يعني اكله تبقى متكامله. تمام. هي الاكله ديت بتتاكل مع رز ابيض او عيش. النهارده عشان الوقت بتاعنا فهناكلها بعيش. طيب احنا بس لو عايزينها في البيت بقى كوجبه غدا، نعمل بقى الرز في البيت عشان وطبق سلطه كده حلو جنبها، يبقى كده احنا الطبق والغدا بتاعنا متكامل واقتصادي جدا، ما عملناش اي حاجه، ما جبناش حاجه من بره. ده بتبقى في منتهى الروعه وجمال، ومليانه بروتين ومليانه خضروات ومليانه حقيقة. فيتامين، وبعدين هي يعني اكله تحسيها متكامله. تاكليها ما تجوعيش بعدها. احنا بناكل في الصيام عشان الفول المدشوش، فهي بتمسك كده في المعدة يعني. فخلاص احنا هنتغدى ومفيش عشاء، فمفيش توفير اكتر من كده. هنحط الصلصة بتاعتنا معلقتين ونقلب. احنا ما استنيناش البصل ياخد اللي هو التتبيلة الجامدة او اللون الجامد، اللي هو اللون التحميرة اللي هي بتاعت الاكلات المتسبكة. لا. تمام. حلو. اول ما بنحط الصلصه لازم نحط رشه سكر عشان الحموضه على طول. ده في اي حاجه يا شيف؟ في اي في اي اكل فيه صلصه من بره او برطمان اللي هو الصلصه اللي بنستخدمه ده، نحط رشه سكر. تمام. دي بتعادل الحموضه علشان ما يحصلكيش حموضه، فبنحط الرشه على طول، دي ما بيحصلش حموضه بسرعه. حلو قوي. بعد كده هنحط الكزبره، سوري الفول.
ده العامل الاساسي مع الكزبره، ويكون منقوع قبلها بساعتين. اه تمام، بس مش مسلوق. لا منقوع. منقوع، منقوع بساعتين ومتصفي طبعا من الميه والدنيا مظبوطه. فعلى الاكل على طول ان احنا هنحطه، احنا بنجهزها علشان الوقت بتاعنا. فاحنا حطيناه في الميه لمده ساعتين وصفيناه وجهزناه. حلوه قوي. بعد كده هنحط مرقه الخضار. لازم مرقه الخضار واحنا بنحطها لازم نعملها كده، يا اما هتلاقيها قطع كامله. لازم نعملها كده ونقلب. وفي برضو اللي هي الفوريه دي، يعني لا المتاحه عندنا، يعني ما نحملش اي ازمه في البيت. لو لقيته الفوريه يبقى حاجه جميله جدا. بعد كده هنحط الكزبره بقى. العامل الاساسي في الاكله يا جماعه، نصها في الوقت ده والنص الثاني هقول لكم امتى. ماشي. الاسم بتاع الاكله جايه من الكزبره نفسها، فهي عامل اساسي في الاكله بتاعتنا النهارده. عايزين نقول فوائد الكزبره، يعني فايده الكزبره هي بتدي كده زي الخضروات الشبت والبقدونس. أيوة. ونكهه برضو كمان في الاكل. ايوه بتدي نكهه ولها فوائدها، بتدي الحديد، بتدي فوائد حلوه قوي. حلوه قوي زي البقدونس والشبت، الثلاثه دول بيبقوا عامل حلو قوي. والخضروات دايما بتبقى حلوه جدا. احنا ما ينفعش نبدل الكزبره بحاجه لان هي عامل اساسي في الاسم. لا فمش هنبدل، هنجيب كزبره يعني اكيد عندنا في البيت. هنسميها حاجه ثانيه. لو جبناها بقى حطينا شبت او بقدونس فخلاص الاسم بتاع الاكله باظ خلاص. فاحنا خلينا نجيب كزبره. هنحط بعد كده الطماطم بتاعتها. لتر طماطم معصوره. تمام. وهنقلب. ناخد بالنا دايما لما بنيجي نعمل البقوليات لازم نحط عليها صلصه، نحط عليها التقليه، لازم دايما تتقلب. تمام. علشان ما تمسكش تحت في القعر وتعمل معانا تشيت مننا. تكلكع كده. ايوه. هنحط معلقه ملح، رشه شطه، دي حسب الرغبه. تمام. لا احنا بنقول دايما ان الصيام بيحب الحاجات اللي سبايسي والحاجات اللي فيها شطه، فلا حطوا شطه. معلقه فلفل صغير، بابريكا. بابريكا عشان تدي لون ولا عشان تدي نكهه؟ لان احنا اوريدي عندنا الصلصه بتاعه الطماطم. هي فلفل حلو اللي هو برضو بيعادل طعم وهيدي لون. تمام. هنحط معلقه كزبره. كزبره ناشفه. كزبره ناشفه، يعني احنا حطينا كزبره خضراء وحطينا كزبره ناشفه ومعلقه كمون. وهنقلب. هنقلب بقى كل التوابل بتاعتنا دلوقتي. انا ابتديت يعني اشم يا جماعه. يعني الريحه بتاعتها تخليكي تجوعي قبل ما تاكلي. احنا هنبدا يعني قلبنا التوابل مع بعض وهنسيبها. نسيبها غلوتين. احنا كده المفروض ان هي الاكله خلاص، يعني مش محتاجه او اي اضافات، محتاجه بس الغلوتين تسوية. هنحط لها شويه ميه وتاخد غلوتين تانيين ونوطي عليها. هتاخد تسويه، تاخد لها تلت ساعه. بتاخد بتاخد تسويه تلت ساعه تقريبا. تلت ساعه، نص ساعه حسب الفوله، لان ممكن فوله من بتفرق بتشتريها نوعها ناشف جدا تنقعيها ساعتين تلاقيها برضو اخدت معاك. دي نعرفها منين يا شيف استر؟ مش عايزين نصعبها على الناس في البيت. انا مش هعرف اشتري فول مدشوش اللي هو، او هعرف منين ان هو حلو او وحش؟ انا دلوقتي بروح اشتري فول مدشوش عشان مثلا اعمله في اي حاجه من الاكلات الصيام. ورحت اشتريته من عطار معين، خلاص العطار دوت واخدت حاجته انها مضمونه. خلاص افضل مستمره معاه. تمام. رحت السوبر ماركت وجبت من نوع براند معين انا لقيته كويس، خلاص افضل استمر عليه. يعني حاجه كنا يعني حد موثوق منه، جبنا قبل كده منه توابل وحاجات، فاحنا عارفين ان هي حاجته نظيفه وحاجته حلوه. لانه الشيف استر بتقول ان العامل الاساسي في التسويه الفول المدشوش، لو مش حلو مش منقوع طبعا حلو صح، هيبوظ مننا او ايه؟ هياخد وقت اكتر. هياخد وقت في التسويه. طيب تمام. يلا واحنا بنتكلم ان دايما الاكلات بتبقى عايزينها مستعجلين، ما بقاش صبر ان احنا نعمل حاجاتنا دلوقتي،
وبقينا مستعجلين، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ حاجه سريعه، حاجه سريعه، حاجه سريعه جدا. يعني هي الاكله دي يعني حقيقه سريعه وفي نفس الوقت زي ما بقول اقتصاديه ومفيده جدا، وتقدر تتقدم كوجبه متكامله. يعني احنا نحطها كوجبه غدا مع رز، مع مش قادرين نعمل رز وتعبانين جايين من الشغل ولادنا جعانين جدا عشان المدارس، عيش وهتبدا الموضوع هيبقى سهل جدا ويعني ممتع جدا في الاكل. ممتع ممتع. وهعمل لكم بتنجان النهارده بصوص جميل هيعجبكم. قبل ما نعمل بقى البتنجان بتاعنا ونبدا في الصنف الثاني معانا، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مع ركن المطبخ، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم مرة أخيرة وركن المطبخ، ومعانا النهاردة منورانا الشيف إستر زكي، وتعمل لنا الكزبرية. عملنا إيه ووصلنا لفين يا شيف إستر؟ إحنا حطينا مية بتغلي عليها، بعد كده بعد ما غليت غلوتين تمام، بعد كده هنقلبها كده كويس قوي ونبتدي ان احنا نوطي عليها تاخد التسويه بتاعتها. تمام، يبقى ننقلها بقى ونبدا في الاكله الثانيه اللي معانا. احنا عايزينها واطيه خالص يعني احنا علشان حلوه. تمام، وده في البيت برضو نعمل كده يعني احنا خلاص غلت وحطينا ميه وهننقلها على عين واطيه خالص عشان تاخد سوا براحتها. هنبدأ بقى في الأكلة التانية اللي معانا النهاردة، هنعمل إيه يا شيف إستر؟ هنعمل بتنجان كده بالسريع كده ونحط صوص الطحينة عليه. بتنجان بالطحينة عشان يبقى جنبها كده حاجة تفتح النفس وتخلينا ناكلها وسريعة ومش هناخد بقى وقت ننقع البتنجان بالملح ولا أي حاجة، حاجة سريعة كده. لا، والصيام الكبير بقى يعني البتنجان عامل اساسي في الصيام الكبير، يعني عايزين نشكل فيه نعمل فيه حاجات كتيره، وفي ناس كتير مش بتحب يعني التشكيل فيه اللي هي المسقعه والحاجات اللي احنا عارفينها. النهارده هنعمل بتنجان بصوص الطحينه، صح كده؟ بس قبل ما هنحط عليه صوص الطحينه تعال نعمله بطريقه حلوه قوي. عندنا بابريكا، فلفل اسود، ملح، ده التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا تمام. احنا طب نقول المقادير كلها كده معانا. حطينا التوابل بتاعتنا، معلقه كبيره بابريكا، ملح، نص معلقه فلفل اسود علشان ما تحدقش معاكم قوي. تمام تمام. ودي معلقتين صلصه كبار. تمام. ومعانا دلوقتي المقادير على الشاشه، عشان نقدر يعني ايه نركز في المقادير كده. ايه زيت بالظبط؟ الزيت. احنا هنقلب كده. احنا كل ده حطينا التوابل وحطينا كل المقادير بتاعتنا في طبق كده وابتدينا نقلب كل الحاجات مع بعض. ممكن نستعمل زيت زيتون او زيت ذره زي ما انتم عايزين في الخلطه دي. تمام. احنا استعملنا النهارده ده زيت زيتون. حلو، عشان الفايدة برضو. هنجيب البتنجان بتاعنا غسلناه كويس ونبتدي ان احنا نقطعه. البتنجانة عايزين نقطعها ولا هي تخينة ولا هي رفيعة، بالسوم كده. تمام تمام. هنيجي من الناحية دي ونفتحها كده بس ما نوصلش لحد تحت ونعملها ناحية تانية برضه من غير ما نوصل لتحت، من غير ما تتقطع يعني بشكل كامل. يعني بصي ناحيه من غير ما تتقطع، مش باين التقطيعه فيها، وناحيه متقطعه. ليه؟ هنحط الصوص فهو هيوصل لجوه ويبقى طعمها حلو. لو حطيناه من الناحيه دي هيقع هينزل ومش هناخد نستفيد بيه لما نحطه في الطاسه. صحيح. طيب يلا بينا نعمل واحده ثانيه بقى. سمكها مش تخين ولا رفيع. وبعد كده هنبتدي نعملها. ركزوا يا جماعه بقى في الطريقه بتاعه التقطيعه دي، من غير ما نقطعها يعني من غير ما ننزل لتحت، مجرد بس كده فتحات عشان الصوص بتاع الطحينه يوصل لها. احنا دلوقتي معانا طاسه بنسخنها، صح كده؟ عم تسخن. احنا نقطعهم نحط الصوص، عشان هقول لكم نحط الصوص من تحت ازاي. نعمل الكميه بتاعتنا
بتاعت الطاسه بعد كده الصوص بتاعنا اهو هنبتدي يعني ندهن كده. الصوص هيدخل جوه البتنجانة نفسها من غير ما ينزل من تحت، لان احنا مش خارمين البتنجانة نفسها، صح كده؟ صح كده. هنحط بقى زيت هنا في الطاسة اللي احنا حطيناها على النار، ما نكترش علشان احنا يعني مش هنقليه، مجرد ان هو ياخد لون. حلو. وهنبتدي ان احنا نحطه كده. هنحطه بالعكس، هنحطه على الصوص. هقول لك ليه. ماشي. لا عايزين نعرف ليه. المفروض ان الطحينه هنحطها في الاخر عليه. انا برضو متخيله شكله لحد دلوقتي، بس يعني انا ايه، انا معاكي كده زي المشاهدين. انا مستنيه المفاجاه. عايزه اقول لك انها اكله سريعه وسهله جدا، وهي واقفه ترجع من الشغل تروح حطها عاملاها كده. احنا بقى هناخد الصوص بتاعنا كده ونحط من هنا، ونبتدي نحطه من هنا كده. تمام. لان احنا لو حطيناه الناحيه الثانيه كان زمانه راح مننا واحنا بنحطه في الطاسه. طب لا، انا فاكره ان احنا برضو لما حطيناه على الصوص كده فان هو كده يعني مش هيطلع بيه، ولا احنا هنطلع بيه؟ هيديله الطعم وهيطلع بيه. بس كل اللي فيها ان انت لما بتيجي تمسكي البتنجان من تحت هيبقى نضيف معاكي، مش هتتعبي ولا هيقع منك ولا اي حاجه، وتروح حطاه بعد كده حطاه كده سهله جدا بدل ما تزروتي الدنيا. الريحة يا جماعة بقى، ريحة البتنجان. يعني احنا كده خلاص في الصيام، يعني ما اقولكمش بقى على الريحة. ممكن نعمل واحدة تانية؟ ماشي. احنا المفروض الصوص الطحينة بيبقى جاهز. هنعمله؟ طب يلا نلحق. ماشي. احنا نعمل البتنجان، نعمل برضه تاني كده عشان نشوف بتتقطع ازاي من غير ما نوصل لل بناخد كده البتنجانه نفسها، نعملها شرايح بالعرض وبعد كده بالطول، وبعد كده هنحط الصوص وهنغير. تمام. نعمل صوص الطحين اللي هو بقى المتعارف عليه، ولا في تريكات بقى هنعملها النهارده نعرفها للناس؟ نعملها بتركه حلوه، ان هو يبقى احنا ممكن نخففه ازاي، ولو عايزينه سميك نعمل. حلو قوي. احنا يعني مش كل الناس عندها اتقان في الطحينه، بيبقى في حد كده دايما في الاسره او في العيله هو ده اللي بيعرف تعالى اعمل لنا الطحينه. ده حقيقي. عايزين نعرف بقى التركايه في ايه. بصي يا عم، بصوا لما اتقلبت واخده اللون بالظبط. عايزه اقول لكم، بصوا ما اخدش الزيت، احنا معروف ان البتنجان بيشرب الزيت. بصوا الزيت اهو زي ما هو، ولونه وجماله حلو قوي. نطلع الطبق نحط فيه، نطلع بقى نعمل الطحينة بقى. او هنعمل الطحينة. احنا بس المفروض ان هو ياخد لون، صح كده؟ يعني مش ان احنا هو اصلا البتنجان وقت طويل عشان ما يتحرقش. لا تقريبا لما نيجي نعمل المسقعة ونقلي البتنجان معرفش ليه بيتحرق مننا. طيب ممكن نقف جنبه، احنا بنسيبه ونروح ماشيين. نعمل كده فعلا، بنزهق نروح سايبينه وماشيين. احنا ممكن نوطي عليه. احنا المفروض ان الكزبريه بتاعتنا بسايبينها على نار هاديه. بصوا تغلي. ولا هنفضل نقلب فيها؟ لا، هي اتقلبت خلاص، هي كده بتستوي. تمام. هو الفكره ان انت بتقلبيها في الاول علشان ما تاخدش بتاعه البصله والفلفل اللي حطيناها في الاول ما يكلكعش وتحت. اوكي. عندنا طحينه قد ايه بقى؟ احنا مضرب معانا صوص الطحينه اللي احنا هنحطه على البتنجان دلوقتي. ممكن نقلب بمعلقه لو ما فيش، او انت مش شايفه المضرب؟ ممكن ناخد مضرب
بتاع الكيك. ماشي. هنحط تومه. احنا قلنا الطحينه قد ايه؟ الطحينه ناخد مثلا ربع كوبايه. ربع كوبايه. ناخد الطحينه نحط فيها تومه، لو عايزين تحطوا باودر حطوا باودر. توم باودر. اوكي. ونقلب. بعد كده هنحط عصره ليمون، نص ليمونه كبيره. في ناس بتحبه يبقى اكتر ليمون اكتر، ممكن تحطي لحد ليمونه براح يعني على حسب الرغبه. حسب احنا بنحب ايه او نكهه الطحينه بتاعتنا بنحبها ازاي، يعني حطوا زي ما انتوا عايزين ليمون. احنا ممكن نشوف الباذنجان هو كده استوى بقى. طب خلينا هننقله بقى على طول. سهله قوي وريحته تحفه وشكله كمان حلو قوي. يعني لو احنا عندنا، هحط بقى التاتش بتاعي ده بتاع كل مره، لو عندنا جبنه موتزاريلا صيامي ينفع نحط عليه ولا مش هتدي النكهه الحلوه؟ يعني لا مش هتديك الطعم اللي احنا عملناه. يعني انا قلت كده نقول لهم ان احنا عاملين بيتزا كده مثلا صغيره ونضحك. هتغير لك طعمه. طب بلاش بلاش انسوا اللي انا قلته خلاص. طيب هنرجع تاني لصوص الطحينه. ايوه هنحطينا الليمون بنفكها. ماشي بتغير لونها، هي لونها غامق بقى لونها فاتح. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، باربيكيا، ملح، فلفل اسود، كمون. ده قد ايه كل حاجه؟ يعني البابريكا قد ايه والفلفل الاسود قد ايه؟ معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود. تمام. معلقه كمون. احنا حطينا شطه او حاجه؟ بابريكا. البابريكا مديه احمر. لا بتكلم على ريحه، حاسه ان في ريحه شطه كده. وبتغير لونها بتدينا اللون الاحمر. تعال بقى نفكها تاني بالميه. الوقت ده بتبقى خفيفه معانا، تبتدي تخف معانا. يعني احنا بنحبها السمك بتاع الطحينه نفسه على حسب الميه اللي بنحطها. يعني احنا يعني لو عايزينها تقيله فهنحط ميه قليل، عايزينها اخف شويه هنزود ميه. لازم نحط ميه بتغلي، يعني في ناس ميه سخنه. ميه سخنه هتسرع معاكي عشان تفك الطحينة. هتسرع معاكي، هتخليكي يعني ايه تسرع معاكي، تبقى على طول سهله وتعمليها بسرعه مش هتاخد وقت. حلوه قوي. عايزاها خفيفة هنزود مية، عايزاها تقيلة ما تزوديش مية، ولو خفت منك عادي حطي معلقة طحينة. تمام. بصوا القوام بتاع الطحينة، احنا المفروض عايزين نوصلها القوام ايه؟ يعني تقيل قوي ولا يعني النهاردة خفيف؟ النهاردة القوام يبقى خفيف. خفيف عشان نقدر نحطها على البتنجانة. نفسها. اخر حاجة بنحط الخل. الخل ده اساسي في اي طحينه بنعملها في البيت؟ طبعا. ده اساسي. الناس ما بتهتمش في الحته دي. طب تركايه يا جماعه للناس اللي بتنسى تحط خل في الطحينه. ده عامل اساسي يخلي الصوص الطحينه في حته تانية خالص. ده تقريبا القوام اللي احنا عاوزينه، صح كده؟ صح كده. حلو قوي. لا هو تخين ولا هو يعني سايل قوي، يعني احنا شايفين القوام مظبوط تقريبا. هنبدأ بقى نحطه على البتنجانة نفسها. نحطه كده. شكل البتنجان مبهر، ما يقولش ان ده بتنجان. بصوا بنحط عليه كده. حلوة قوي. حاجة كده بيخلينا في طعم تاني. يعني تقريبا تركاية الطحينة دي احنا تركاية عادية خالص، احنا عملنا طحينة ما عملناش اي حاجه جديده يعني، بس التوابل اللي احنا ظبطناها في الطحينه عشان تطلع طعمها حلو والتيست بتاعها حلو، والكمان الخل اللي احنا حطيناه في الاخر. القوام بتاع الطحينه مهم جدا عشان نقدر نحطه على البتنجان، وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا، البتنجان بصوص الطحينه. لسه بقى نشوف الكزبريه معانا قدامها قد ايه. هي كده خلاص. المفروض ان احنا على حسب الفول المدشوش. المفروض ان هو استوى كده. طيب يلا بينا طلع كده الطبق بقى اللي هنغرب فيه. هنحط اخر حاجه كزبره. لا فهميني بقى ليه التركايه دي.
اهم حاجه في الاكله بتاعتنا كزبره. ما حطيناهاش ليه كلها مره واحده؟ لا، بنحط في اول، هتدي في الصوص واحنا بنعمله مع الزيت بتدي نكهه حلوه. تمام. وبعد كده في الاخر بتدي نكهه تانية. بصي، وما بتكونش مستويه قوي، بتدي كده ان هي حاجه فريش. بصي بتدي الاكله اللون بتاعتك لون احمر واخضر واصفر وكل الالوان، تديكي الوان حلوه وريحه حلوه قوي كمان، وتخلي نفسك مفتوحه وتاكلي ومليانه كلها بروتين وخضروات وفيتامينات رهيبه. ريحتها حلوه قوي واعتقد فيها الفايده الكامله، ما ندورش على اي حاجه تاني معاه. ولو عملناها مع صوص الطحينه او البتنجان بالطحينه يعني هيبقى الموضوع حلو قوي. وعملنا شويه رز، مش قادرين نعمل رز تتاكل عادي بالعيش او بالمعلقه، الموضوع حلو قوي. ممكن ناكل العيش احنا مجهزين العيش، ويا سلام بقى بالبصل الاخضر والجرجير. لا لا كده كده احنا هنتغدى النهارده. هي بتتاكل كده، الغدا جاهزه، مش ناقص حاجه. هي بتتاكل بالطريقه دي. طب يلا نغرف بقى الكزبريه في الطبق بتاعنا. هنحط بقى، احنا كده خلاص قفلنا عليها ولا خلاص. لسه لا كده ما قفلناش عليها، بس هي خلصت. نقفل البوتاجاز خالص من هنا كده. ريحتها يا جماعه حلوه قوي، جمالها شكلها تحفه. فوائد بقى الكزبره بالفلفل اللي حطيناه فيه، بالتوابل، بالفول المدشوش نفسه، حطينا كمان الصوص بتاع الطماطم فريش. فالموضوع لازم حلو تكون قوي يعني، فريش وكمان بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. احنا عايزين بقى نرص الاكل كده زي ما احنا متعودين. نحط ممكن نشيل بس الزوايد كده اللي في الطبق في المنديل. ونبدا بقى نرص المطبخ بتاعنا بقى، العيش والبصل والجرجير والبتنجان وصوص الطحين عليه، والأكلة بقى الرئيسية بتاعتنا اللي هي الكزبرية بكل الفوائد اللي قلناها، المقادير بتاعتها اللي كلها فوائد، مفيش أحسن من كده. الغدا جاهز النهاردة خلاص كده وكده. تسلم إيدك يا شيف إستر، تعيشي كالعادة، دايما بتبهرينا كده بالأكلات اللي هي مش متعودين على سماعها أصلا. نفسي يا رينا، أنت الجميلة، وبحب ان انا نجيب التراث القديم، لان الدنيا حقيقة. الدنيا بقت غاليه جدا جدا. اهالينا كانوا بيحاولوا يوفروا وبيعرفوا يدبروا نفسهم وبيدوا الاكل بروتين كده. والعيش بقى الناحيه الثانيه عشان هو بس، ممكن نحط رشه كزبره كده تدي بس شكل كده تاني. الشكل التجميلي بقى. بس احنا عملنا ايه بقى النهارده كده يا شيف استر قبل ما نختم؟ الكزبريه. الكزبريه اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن فول مدشوش بننقعه لمده ساعتين، ده مهم قوي في الاكله. عندنا كزبره خضراء، كرفس، التوابل، عندنا فلفل، البصله، بعد كده الطماطم، بنتبل الحاجه كلها، وبعد كده بنحط الصلصه ونحط الفول المدشوش ونحط الطماطم ونحط ميه ونحط كمان مرقه خضار لانها فيها حاجات فيتامينات حلوه، مرقه الخضار صحية. بعد كده عملنا البتنجان. عملنا البتنجان ازاي؟ قطعناه وعملنا شرايح بالعرض وشرايح بالطول، ودهناه بالصلصه وزيت وتوابل. بعد كده في الطاسه ببساطه حطيناه وش، وبعد كده دهنا الناحيه الثانيه واخد اللون الحلو ده، وحطينا صلصه صوص الطحينه. ممكن ما نحطش على فكره صوص طحينه، ونديله شكل حلو قوي بصراحه. مديله شكل حلو قوي، واعتقد الطعم كمان هيبقى حلو قوي. انا جربتها بالطحينه احلى. وطبعا البصل والجرجير ده اساسي، والعيش بقى، ويلا ابداوا. الكزبريه يعني لازم تتاكل معاها بصل اخضر، وانا باكلها بالعيش. ممكن نتكلم بالتراث القديم بقى، يبقى بصل اخضر. انا بشكرك جدا يا شيف استر، نورتينا. ميرسي خالص، وتسلم ايدك بجد، نورتينا. شكرا ليكي، بشكرك شيف استر زكي، شكرا لحضرتك. ميرسي خالص. مشاهدينا فقرتنا انتهت، وكمان حلقتنا انتهت. اشوفكم يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامجكم هي ومين.
هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين أكلت شهية مية في المية أصناف جديدة في هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى ما هو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين هي ومين